20 اس يمكن ما عندها الاسم الجذاب للعلامه التجاريه ولا عندها الخطوط التصميم الخارجيه الساحره اللي بتتوفر لسيارات من عيار فيراري، لامبورغيني، وحتى يمكن بورش، بس ولكن ماكلارن بشكل عام و 720 اس بشكل خاص بيعتمدوا على المقاومات الاساسيه للسياره السوبر الرياضيه لينالوا فيها اعجاب مالك هذه السياره او المالك المحتمل لهذه السياره. ماكلارن 720 اس بكل اختصار بتنقل لمالك هذه السياره خبره سنين طويله بسباقات الفورمولا 1 لواحد من انجح فرق الفورمولا 1 فريق ماكلارن، طبعا تنقل له اياها من خلال تجربه قياده بتحاكي تجربه قياده السيارات السباقيه بس ولكن على الطريق، وبتمزج إثارة السيارات السباقية مع متطلبات الحياة اليومية من خلال أول شيء نظام تعليق بأمن أكيد تماسك كتير عالي، طبعا من خلال إمكانية ضبطه بعيارات مختلفة، عيارات بتنافس أكيد القيادة السريعة وعيارات بتنافس القيادة المريحة على الطريق، نظام تعليق بأمن لك وقت اللي بدك، مستويات راحة جيدة داخل المقصورة أكيد جيدة، دائما ضمن مفهوم سيارة سوبر رياضية خارقة، سيارة راحة للأقصى بمجال الأداء الرياضي المميز على الطريق. وكمان أيضا من خلال بعض التجهيزات المهمة الموجود فيها السيارة اللي بذكر منها على سبيل الذكر للحصر، أنظمة غلق الأبواب اللينة اللي بتسمح مجرد ما تلقي الباب على جسم السيارة لحاله الباب بينشفط وبتتسكر السيارة، يعني مواصفات إجمالا بتتوفر على سيارات فاخرة، سيارات منها مصممة لتكون سيارة سباقية رياضية مثل السيارة عم نختبرها نحن. ويمكن اكبر دليل على التزاوج الحلو او هالمزيج الحلو بين الاداء السوبر الرياضي وبين مستويات الراحه بسياره ممكن استخدامها بشكل اذا بده السائق بشكل يومي، هو انه هذه السياره مجهزه طبعا مثل كل سيارات ماكلارن، سيارات ماكلارن نعرف منذ العام 1984 وحتى اليوم كل انتاج سيارات ماكلارن سواء كان اكيد للسباقات وسيارات الطرقات من ماكلارن دائما بتجي مع هيكل مصنوع من الياف الكربون، وهذه السياره مجهزه بالجيل الثاني او الجيل الاحدث من هياكل الكربون، هذا الجيل اللي تم معه تخفيض حافه الدخول الخارجيه للسياره، السياره صارت بتامن سهوله دخول السائق وخروجه منها من خلال اكيد طبعا الحافه المنخفضه لابواب الجانبيه للسياره، هذا الشيء كمان بياثر على الصلابه الالتوائيه للسياره بس ولكن تم تعويضه من خلال بالسيارة عم نختبرها نحن اليوم لانه هي الفئه المكشوفه سبايدر من خلال تقويه أعمدة الأمامية، أعمدة حمل الزجاج الأمامي، ومن خلال أكيد تقوية البنية الأساسية للسيارة، يعني السيارة ولو أنه هي كانت مكشوفة بس ولكن بتأمن صلابة التوائية عالية بتسمح لها أن تأمن لك فعلا ردات فعل وتجربة قيادة على الطريق فعلا شبيهة بتجربة قيادة السيارات السباقية. هذا الشيء كمان بتتابع من خلال المقود اللي بينقلك بشكل كتير دقيق شو عم بيصير بالعجلات الأمامية وقديش مستوى التماسك اللي عندها يوم العجلات الأمامية، يعني حتى أي تغيير بحالة الزفت تحت الإطارات بتحسه بشكل مباشر بالمقود وبأمل لها هالفيدباك السريع من اللي عم بيصير على العجلات الأمامية. من جهته كمان نظام التعليق بأمل لك معلومات دقيقة ومباشرة عن حالة سطح الطريق اللي أنت عم تمشي عليه، بحسك فعلا بالعجلات الأربعة هي منطقة الطريق وبحسك بمستوى التماسك اللي عندها إياه هذه العجلات، وهذا الشيء بعزز مستويات المتعة وعزز مستويات أول شيء ثقتك بالسيارة وثقتك فيها قبل وخلال وبعد عبور المنعطف، وكمان خلال القيادة بيعطيك هالمتعة الشعور بالإثارة اللي بتأمنه عجلات أربعة عم تحفر بالطريق، أكيد هن نظام دفع خلفي بس بالسيارة بس ولكن نظام التعليق من خلال المقود كمان بيعطيك معلومات عن اللي عم بيصير على العجلات الأمامية، نظام التعليق الخلفي كمان بدوره بعزز هالشيء من خلال كمان مستويات التماسك والراحة اللي بأمنها للسائق. ودائما بسياق الحديث عن العملانية هذه السيارة، هذه السيارة منا مصممة تكون عملانية بس ولكن ماكلارن قدروا يعطوها كثير من المواصفات العملانية وهو الشعور بالانشراح داخل اللي انت عم تسوق لهذه السيارة، هذه السيارة فيها مساحات زجاجية كثير واسعة، إطلالة على الطريق ممتازة، مثل ما بتشوفوا ما تركوا محل بالسيارة إلا ما استعملوه من خلال الزجاج الشفاف بخليك تشوف شو في بالخارج وبخلي كمان المقصورة تتمتع برحابة، يعني كيف ما برمت داخل المقصورة خلال القيادة ما بتلاقي في كثير هالأعمدة اللي عم يعيق النظر، مستويات الرؤية للخارج كثير عالية وكمان الانشراح اللي بتحس فيه داخل السيارة كثير عالي. وأيضا من المميزات الأساسية والمهمة بهذه السيارة هو سقفها القابل للكشف كمان بس ولكن حتى لو هو قابل للكشف حتى لو أنت بدك تسوق السيارة وهي مغلقة في عندك السقف البانورامي يلي بتمتع بميزة التفتيح والتغميق من خلال زر
تكبسوا على سقف مثل ما شايفين هلا هون. انا بكبسوا هلا بهالحاله هيدي مستويات نور عم توصل للسياره هي تقريبا شبه كامله، وبكبسه صغيره وبسرعه كثير عاليه بيعطيك بيرجع الخصوصيه وبخلي لك كمان الزجاج الاعلى يصير غامق وبصير بامن لك كمان اذا بدك نسبه نور اقل عم تدخل على المقصوره. ميكانيكيا هالسياره بتجي مجهزه بمحرك من 8 اسطوانات سعه 4 لتر بولد قوه 910 احصنه وعزم دوران اقصى 770 نيوتن متر. هالقوه والعزم بينتقلوا للعجلات الخلفيه الدافعه من خلال علبه الروس اوتوماتيكيه من 7 نسب، بتامن اكيد سلاسه بوصول القوه للعجلات. المجموعه الميكانيكيه اللي قايمه عليها هذه السياره، المحرك، نظام التعليق، نظام المقود والمكابح، كلهم مضبوطين بشكل بناسب القيادة السباقية على الحلبات، وبنفس الوقت بأمن لك مستويات راحة لا بأس بها على الطريق، بتسمح استخدام السيارة بشكل يومي. هيدي كانت تجربتنا السريعة على مكلارن 720 اس سبايدر المكشوفة، يلي بكل اختصار تعتبر منافس كتير قوي بهذا السوق السيارات، منافس كتير قوي مع علامات تجارية كبيرة إلى بيع طويل. ما ننسى انه مكلارن بلشت تصنع سيارات للطرقات بشكل جدي منذ العام 2009 بس، يعني 13 سنه فقط بالاسواق قدرت هالعلامه التجاريه هيدي يلي منبثقه طبعا عن واحد من انجح فرق سباقات الفورمولا 1 انها تاسس لحالها حاله مميزه بالاسواق.